جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا قضية أخرى فتقول: نسمع دائما من بعض الناس قول النكت، فهل هذا من المحرم إذ أنه من الكذب؟ لا بأس بذلك في حدود. يعني ذكر النكت والطرائف والمزح الخفيف الذي يروح عن النفس وعن الحاضرين ويذهب الوحشة من النفوس، هذا شيء لا بأس به. أما إذا زاد عن قدر الحاجة وشغل الوقت واعتبر هذا من صفات الشخص أنه كثير المزاح وكثير فهذا لا يجوز. وهذا فيه تحذير في الأدلة الشرعية وتحذير في أشعار العرب وحكمهم، تحذير من كثرة المزاح وكثرة الهزل، لأن المسلم أمره جد وحزم، ولكن لا بأس بالطرائف والمزاح الخفيف الذي يروح عن النفس ويشرح الصدور ويذهب الوحشة بين الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام، والشاعر يقول: وإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل النذل. فالكثرة من هذا فيها ضرر وفيها ذهاب الحياء وفيها ذهاب التوقير والوقار عن الإنسان. نعم.